وحول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام تنضم إلينا عبر سكايبي الأستاذة زعفران زائد، رئيس مؤسسة تمكين للمرأة اليمنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعدنا أن نشارك يعني عبر قناتكم في المواضيع التي تطرحونها، يعني المواضيع الوطنية كاملة. نعم، ونحن سعدنا ذلك. أستاذة زعفران، كيف تنظرين إلى واقع المرأة اليمنية والمرأة في كل العالم تحتفل وتحتفي بمناهضة العنف ضد المرأة؟ يوم 25 نوفمبر هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو وشعاره كن برتقاليا. نعم. هذه الفعالية يحتفل بها العالم بأسلوب خاص وبطريقة خاصة ولأهداف أخرى، يعني خاصة غير الأهداف التي يمكن أن نطالب فيها، يعني عندما نحتفل نحن بالأيام بمثل هذا اليوم، أو بالمعنى الأصح عندما نشارك في هذه الفعالية، ففعاليتنا أصلا مختلفة تماما. العالم عندما يشارك في هذه الفعاليات أو يحتفي بهذا اليوم ويشارك فيه أصلا من أجل سن مجموعة من القوانين، تعديل بعض الإجراءات، إعطاء المرأة ومنحها مزيد من الحقوق ومزيد من المزايا، يعني في كل الدول يعني المتقدمة، والتي تعي أصلا دور المرأة، والتي تعرف أن المرأة أصلا هي ليست نصف المجتمع فقط، يعني المرأة قد تكون أكثر من نصف المجتمع، لأنها المرأة هي الحاضن وهي المربي وهي أصلا من تصنع المستقبل والأجيال يعني. نعم. فبالنسبة للمرأة في اليمن، نعم تفضل، احتفالاتنا في هذه الأيام يعني، نعم تقصدين أن الاحتفالات في اليمن أن تعيش فقط، أيوة، نطالب لشيء واحد وهو شيء أساسي. أعتقد يعني كل التشريعات والقوانين حتى الوضعية وحتى التي موجودة في الأمم المتحدة، كل الاتفاقيات كذا تتفق على أن للإنسان وخصوصا المرأة والطفل حق الحياة، هذا أول شيء يعني. فاقتصرت أصلا الفعاليات للأسف يعني كل الفعاليات يعني في اليمن اقتصرت فقط على عرض مجموعة من الانتهاكات البشعة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في حق النساء في اليمن، وتنوعت وتعددت ويعني أشكالها، مكان وقوعها، أساليب حدوثها. يعني تعرف أن الميليشيات الحوثية ارتكبت في حق المرأة اليمنية انتهاكات لم يعرفها أصلا التاريخ. أعتقد أنه هذه الميليشيات قد تكون قريبة من الميليشيات النازية العنصرية التي كانت أصلا موجودة حتى في عصور الظلام، يعني بالنسبة للدول الأخرى الدول الأوروبية. مثل ماذا؟ يعني حتى داعش والقاعدة لم يفعلوا ما فعلتهم ميليشيا الحوثي بالمرأة. لأن المرأة اليمنية في عهد أو الآن يعني تحت سيطرة وسطوة الميليشيات الحوثية جندت يعني كما تجند أصلا نساء داعش، أيضا وظفت ودربت على أساس أنها ترتكب معهم مجموعة من الانتهاكات، يعني شاركت حتى الرجل في ارتكاب بعض الجرائم في حق النساء، من بينها طبعا بعض النساء التي قمنا بالمشاركة في تعذيب نساء داخل من النساء المعتقلات ومن النساء السجينات. يعني هنالك من النساء أيضا من شاركت في عمليات اقتحام المنازل يعني وتهديد أمن المدنيين، يعني أيضا من شاركت في الاعتقال، من شاركت أيضا في إهانة المرأة يعني بطرق وأشكال مختلفة يعني. نعم، برأيك دور كبير توليها الميليشيات الحوثية للمرأة للأسف يعني جندت مجموعة كبيرة جدا وخطيرة، من أجل أيضا تطييف المجتمع اليمني، لأنه كثير من النساء يعني تعرف أنهم يستهدفوا أصلا أولا القائمة الأولى هي المدارس يعني وصغار السن والذين لا يعون تماما يعني ما هو حقيقة هذا المشروع، فهم يقوموا أصلا برمجته من خلال المناهج يعني قدها مطبوعة، من خلال أيضا سواء كانت المعلمات والمعلمين يعني تم استبدالهم بطائفيين يعني من أجل بعض النساء بممارسة نفس الأهداف، ولكن عن طريق المناسبات الاجتماعية يعني إلقاء المحاضرات التثقيفية، وأيضا قامت بعمليات التجسس. نعم. طيب دعني أقف معك أستاذ زعفران حتى نستثمر الوقت ولقائك معنا، لماذا كل هذه الانتهاكات، لماذا كل هذا العنف من قبل هذه الميليشيات الحوثية ضد المرأة اليمنية برأيك؟ إلى ماذا نعزو ذلك تحديدا؟ أي عنف يمارس ضد المجتمع وضد المرأة بشكل خاص يدل دلالة كبيرة جدا على
رفض. الصوت يكاد يتقطع معك يا أستاذة زعفران. ونبذ المجتمع لهذا الفكر. سأعيد الجملة، يعني أنه هذا فيه دلالة كبيرة جدا على وجود رفض كبير جدا من قبل المجتمع للسيطرة العنصرية بهذا الشكل والسلالية، يرفضون هذا الفكر. لذلك يحاول تمرير هذا المشروع من خلال العنف، يعني من خلال ارتكاب مزيد من العنف، لأنه لا يمارس العنف يعني بحق إنسان رضي بهم، يعني هم من في حق المرأة التي تم ارتكابها، يعني في حقها فقط. أيضا تكون أحيانا بعض الجرائم رادعة للمجتمع، يعني مثلا يتم التنكيل والتمثيل ببعض النساء من أجل أن تكون عبرة. يعني لو نتحدث الآن، كنت تتحدثين قبل قليل عن السبب في أن تمارس هذه الميليشيات الحوثية كل هذا العنف وكل هذا الاضطهاد ضد المرأة، ما هي لو تعيدين لنا بشكل أكبر وأوسع هذه الأسباب برأيك؟ طبعا أسباب ممارسة أي ضغوط وانتهاكات بهذا الشكل تعود إلى وتدل دلالة واضحة وكبيرة جدا على إصرار المجتمع على نبذ هذه السلالة العنصرية ونبذ مشروعها الطائفي ونبذ أفكارها وعدم القبول بها، يعني وأيضا رغبة في عودة الدولة. يعني ذلك ترتكب الميليشيات الحوثية مزيد من العنف، يعني وأيضا ترتكب العنف بشكل منهج وخطير، بحيث تقوم بالتمثيل بعض النساء تشهير بهم من أجل أن يكونوا عبء لغيرهم من غيرهم من النساء أو من يفكر يعني في مناهضة هذا المشروع. يعني يعني مثلا جمعت الميليشيات الحوثية مهارات الأمة والجهة، يعني اعتقلت كثير من النساء ورثت في حقهن أشكال من يعني أشكال خطيرة من أشكال التعذيب، تم إخفاء الكثير منها في السجون. الميليشيات الحوثية للأسف يعني تتبع فيها أكثر من 300 امرأة، هؤلاء النساء المسجلات واللاتي عرفن أماكنهن. أما المخفيين، وتعرف يعني طبيعة المجتمع اليمني لا يتم الإبلاغ أصلا عن المخفيات للأسف، وأيضا يتم التدخل يعني بشكل أو بآخر يعني عن بعض حتى لو حتى أهل السجن. يعني العائلات والتقاليد العافية أحيانا يعني أولياء الأمور للأسف يعني لا يطالبون حتى ببناتهم يعني من داخل السجون، لأنه أيضا الميليشيات الحوثية بعد أن تزج بالنساء في السجون للأسف يعني تقوم بإلصاق بعض التهم الكاذبة يعني في حق النساء، من أخطر التهم والتي دائما يعني توصقها في حق النساء هي التهم الشرف، يعني التي تعرف كي تضمن عدم ملاحقة الأهالي لهذه المختطفة أو المعتقلة، وايضا كي تضمن اصلا عدم التعاطف يعني مع هؤلاء النساء. نعم. طيب السؤال الذي يطرح نفسه الساده زعفران، يعني هل من وازع ديني او قيمي او عرف حتى، ونحن نعلم ان الشعب اليمني يعني لديه عرف في التعامل، لا سيما في التعامل مع المراه بالذات في هذا التعامل. يوجد انا عندما قلت يعني انها عصور من يعني سبقت حتى الجاهليه، يعني هذه الميليشيات الحوثية يعني اتت من قبل من عصور الظلام، يعني لانه اصلا العرف اليمني. استاذه زعفران نكتفي بهذا القدر معك بسبب رداءة التواصل الاتصال من المصدر، ان شاء الله لنا لقاءات اخرى باذن الله تعالى معك، وقد تحقق للمراه اليمنيه الخلاص من هذه الميليشيات الحوثيه باذن الله تعالى.